أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ينبغي علينا جميعا أن نتعلم الحكمة وأن نطبقها في حياتنا الحكمة هي وضع الاشياء في مواضعها لكل شيء موضعه الخاص به اذا وضعت ذلك الشيء في موضعه فهذا هو الحكمه لكن اذا لم تضع ذلك الشيء في موضعه اتباعا للنفس فهذا يكون الهوى ولا يمكن الوصول الى الحكمه الا بالعلم النافع والعمل الصالح يعني اذا اردت ان تضع شيئا في موضعه مقدمه ذلك ان تعلم بذلك الشيء وان تعلم موضعه وبعد هذا العلم العمل بهذا العلم لان بعض الاحيان لانه في بعض الاحيان الانسان يعلم بشيء لكنه لا يطبق علمه يكون عالما من غير عمل فهذا علبه قد يكون وبال عليه. لكن إذا علم الإنسان وعمل بعلمه فهذا يكون الحكمة، ويضاد الحكمة اتباع الهوى. اتباع الهوى بمعنى أن الإنسان يجعل نفسه هي المحور، فما اشتهته النفس يعمل به حقا كان أم باطلا. وإذا لم تشتهي النفس تركه حقا كان أم باطلا الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الحكمة هي من الله سبحانه وتعالى طبعا الله لا يشاء اعتباطا لأن الله سبحانه وتعالى هو حكيم فمشيئته أيضا تكون لحكمة فلماذا منح شخصا الحكمة ولم يمنح الاخر الحكمه لان الانسان بحسن تصرفه يجعل نفسه قابلا لتلك الحكمه فيمنحها الله سبحانه وتعالى له يعني هذا الانسان حذب نفسه وطلب العلم واراد العمل بهذا العلم هذا الانسان يكون محلا قابلا للحكمه فلذا الله سبحانه وتعالى يفيض عليه الحكمه ولكن الذي يكسل عن طلب العلم والمعرفه ويكسل عن العمل بما علمه فان هذا الانسان لا يكون محلا قابلا للحكمه فلذا الله سبحانه وتعالى لا يفيض عليه الحكمه وكما ذكرنا في بعض المباحث الاعتقاديه ان الانسان في تصرفاته وفي اعماله مختار وكل كمال الله سبحانه وتعالى يفيضه على الإنسان أي كمال ولكن بشرط أن الإنسان يهيئ المقدمات هو مختار في تهيئة المقدمات فإذا هيئ تلك المقدمات الله سبحانه وتعالى يفيض عليه يعني الله هو الذي يفيض العلم لكن بشرط أن تذهب وتقرأ وتستمع في كثير من الأحيان الناس يقرؤون ويستمعون لكن لا يفهمون لا يحصلون العلم، ونفس هذا الانسان في بعض الاحيان يقرأ فيفهم، فالسبب ان الله سبحانه وتعالى افاض عليه العلم، النتائج هي من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الانسان الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقه، ولكن عليه ان يهيئ المقدمات، يذهب في طلب الرزق، يكد ويعمل، فالله سبحانه وتعالى يفيض عليه الرزق. وهكذا كله كمال، جميع النتائج تترتب على اسبابها بإرادة من الله سبحانه وتعالى، ولكن بعض المقدمات باختيار الإنسان، فلذلك إذا عمل بتلك المقدمات الله سبحانه وتعالى يرتب النتائج، وإلا فلا فلذا كان الإنسان مختارا، لكن إذا الإنسان ترك الحكمة بمعنى أنه اتبع الهوى، فإن هذا الهوى يظل الإنسان عن سبيل الحق لأنه في أكثر الأحيان هوى الإنسان ليس مع الحق لأن الحق فيه بعض الصعوبة إذا أراد الإنسان أن يكون عالماً ينبغي أن يدرس سنوات طوال طبعاً هذه الدراسة لا تنسجم مع كثير من الملذات هذا الإنسان يترك كثير من ملذاته من نومه من مثلاً بعض الأعمال الأخرى من الكسل يجب أن يترك هذه الامور التي ترغب إليها النفس وينشغل بالدراسة فاذا انشغل بالدراسة سيصل إلى النتيجة المرجوة ويصبح عالما في أي مجال من المجالات لكن لو اتبع هواه فإنه لا يصل إلى هذه النتيجة المرجوة فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل نظام هذا الكون على الحق لا على الهوى وفي الآية الشريفة: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لأن الأهواء دائما نتائجها نتائج غير سليمة أو في غالب الأحيان، فلذلك علينا أن نتبع الحكمة، نضع الأشياء في مواضعها، كيف نصل إلى الحكمة؟ أولا بالعلم، كلما علم الإنسان صار أكثر، علم بمواضع الأشياء أكثر. وبعد العلم العلم النافع وبعد العلم النافع العمل الصالح يعني العمل على طبق ذلك العلم ولذلك الإنسان إذا علم وعمل بعلمه يكون حكيما وإذا كان حكيما سيصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى لأن الطاعات العمل بها من الحكمة المعاصي تركها من الحكمه، الفضائل الالتزام بها من الحكمه، الرذائل تركها من الحكمه، فهذه تقرب الانسان الى رضا الله سبحانه وتعالى. وكذلك لها اثر دنيوي ايضا، الانسان الحكيم دنياه ايضا يكون مرتاح البال وكذلك تكون له سمعه طيبه، طبعا يجب ان لا يكون الهدف هذا ولكن الإنسان الذي يكسب مرضات الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أيضا يجعل له الفوائد الدنيوية إضافة إلى الثواب الأخروي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين